أرضية الملعب. كما ذكرنا الهلال يحتاج لهدف مبكر، يحتاج لهدف مبكر سيغير من معالم المباراة ومن الوجه الهجومي لنادي الهلال. الركلة الركنية، عندك أكثر من اسم، إيمانويل والشغيل، الكرة العرضية ملعوبة أبو عادلة، يا وفي الجول يفعلها الهلال ويدونها الهلال بهدف أول. يهز المدرجات ضربا فرحا ابتهاجا في أيام هناك الشعب يهز الوطن، وهنا جماهير الهلال تهز أرض مصر ابتهاجا بهدف رائع رائع يأتي أمامنا عن طريق الجميل وليد الشعلة الذي يشعل 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 مدرجات بأفراح بالهدف الذي سجله. هدف رائع ياتي أمامنا عن طريق الهلال، وقلنا يا جماعة الهلال محتاج لهدف في هذه اللحظات. هدف ياتي بصورة جميلة من الهداف الجميل وليد الشعلة الذي حاضر على اللاعب كوناتي. نصر الدين الشغيل في مضايقة كانت حاضرة على من أمام كوناتي، لقطة بالإعادة بطاقة صفراء مستحق على نصر الدين الشغيل، وركلة جزاء، ركلة جزاء يحتسبها حكم المباراة، ركلة جزاء يحتسبها حكم المباراة. ما تمت الفرحة إلا وأتت ركلة جزاء للعبة لم يكن لها أي داعي يا نصر الدين الشغيل، وهي كلمة حق. الأمان شيء والحق شيء، كلمة حق للأمانة، ما عليك حق يا نصر الدين الشغيل ابدا ابدا، للعبه لم يكن لها داعي. عموما ركله جزاء تحتسب هنا، وياسين الشيخاوي ويتقدم لهذه الكره. الشيخاوي سلام يا جمال يا سالم، وجمال وكل الجمال، كما نقول جمال وكل الجمال يا جمال سالم. ومجددا تهتاج المدرجات تصدي بصورة جميلة حاول هنا أمامنا، وكرة ملعوبة، هدف يأتي عن طريق كريم العريبي. كريم العريبي الجزائري يدون هدف لفريق النجم الساحلي. كريم العريبي يدون هدف لصالح النجم الساحلي. هنا بالإعادة، كرة لعبت في الأمام مباشرة، انطلاقة كانت أمامنا وخطأ دفاعي من جانب إيمانويل. قلنا يا جماعة مرحلة ومثل هذه الأدوار لا تحتمل أبدا الأخطاء الفردية، هدف يأتي في مرمى الهلال وفي مرمى جمال سالم. عموما بالواقع الذي نراه تبقى الآمال قائمة، تبقى الآمال معلقة على ما تبقى من وقت المباراة. ما قدمها الهلال طوال الوقت الماضي يجعلك تتفائل بمستقبل هذه المباراة، لكن وجب أخذ الحيطة، وجب أخذ الحذر يا لاعبي الهلال، لا للأخطاء الفردية، لا للأخطاء التي لا تقل الإمام. والتقدم هنا من جانب ياسين الشيخاوي، عودة من جانب الشيخاوي، يلعب التمريرة مباشرة للشيخاوي ليودي تشريدة، ودي التقدم من جانب ودي، وهنا تسديدة، هدف ثاني لفريق النجم الساحلي، الهلال يسيطر والنجم يأتي بالأهم ويأتي بالمفيد. فريق النجم الساحلي من هجمة وحيدة خلال الشوط الثاني يسجل النجم. وكما ذكرنا من قبل مثل هذه المباريات في هذه الأدوار لا تعترف بمن يسيطر ومن يحاول على المرمى، بل تعترف بمن يقتنص الفرص وبمن يسجل. إذن بنسبة كبيرة أو إن صح القول النجم يضمن تأهله على اعتبار أنه يسجل الآن في ملعب الهلال. هدف إذن يأتي، وأعتقد أنه يحسم الأمر. هذا هو الواقع المباراة.